الكل كان ينتظر ربما هذه الكلمة لحزب الله ليبدي موقفه صراحة من ما دار خلال هذه الجولات، ولكن أرجئت الكلمة. وبالتالي هل نحن أمام حلقة مفرغة تأتي فقط في إطار إنهاء لمهمة مبعوث لإدارة منتهية؟ ما بنتمنى هذا الشيء، ولكن الإدارة المنتهية ولاياتها استكملت إذا بدك الدفع اللي أعطي من قبل الرئيس المنتخب ترامب، أعطي دفع هذا المندوب وأنه يرجع يكمل هذا الموضوع. على كل حال الاتفاق لن يختتم ولن يكون في يعني ساري المفعول قبل 60 يوم مثل ما الايام عم تفرجي بالاتفاق يعني بتصادف كمان مع استلام الرئيس ترامب او الاداره الجديده لامريكا، وهذا الشيء اليوم رح يجي على مراحل، ولكن الاهم اليوم هي فرض هذه الدوله سلطتها على كل الاراضي اللبنانيه واستلام الجيش باسرع وقت ممكن وحصر السلاح يلي هلك لبنان، حصر هذا السلاح بيد الجيش اللبناني. اكثر من هيك في كثير مواضيع ممكن تنحكى، ولكن هذا هو الاساس اليوم حتى تنتظم الحياة السياسية بهالبلد ويكون في سيادة. هذا الأساس سيد إلياس هو قابل للتطبيق في المدى القريب برأيك؟ نعم ما سمعت. هذا الأساس الذي تتحدث عنه قابل للتطبيق في القريب العاجل برأيك؟ قريب عاجل، لأنه بعتقد الكل اليوم صار قدام حقيقة واحدة، هي أن هذا السلاح هو نقطة ضعف في لبنان وليست نقطة قوة. لا قادر عمل ردع، ولا قدر عمل توازن رعب، ولا قدر محي إسرائيل، ولا قدر بالعكس كل اللي انحكوا والأوهام اللي أطلقت والعناوين اللي أطلقت حصل عكسها تماما. وبالتالي على الكل أنه يأخذ العبر أنه هذا السلاح ليكون عنه لبنان نقاط قوة عليه أن يكون محصور في الجيش اللبناني. لكن سيد إلياس، يعني البعض يقول بأن الجيش الآن غير قادر على لضبط الحدود ولا حتى على مواجهة أهداف إسرائيل. هذا جزء من حملات التشويه وذر الرماد في العيون من قبل محور الممانعة وحزب الله وحلفائه. الجيش اللبناني أثبت بكل المعارك اللي صارت من النهر البارد لا معارك عرسال لا المواجهة داعش، برهن الجيش اللبناني أنه هو القوة الوحيدة اللي بتحمي اللبنانيين، وهذه المؤسسة بتحظى على ثقة اللبنانيين. والجيش اللبناني وقت اللي بيطوع عديدا ويستكمل تجهيزه ممكن يواجه أي شيء، خصوصي أنه بيكون أقوى من حيالله حداً